لكن النبي صلى الله عليه حديث في السنن نن أهل الجنة إنه سو بحدونا نسحابة كمدا سو قالوا سو ويسيستي سحابة نكيبة في ريان هذا نمالين لبعض النبي يقول نن أهل الجنة إنه سو قالي دونا إسلام نكيبة سو قالي هذا نمالين صدحات النبي يقول نن أهل الجنة إنه سو قالي دونا إسلام نكيبة سو قالي عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما أيا إنتو سعدي بنكي مرتق النقضي وعلى أباه بن سو ديني إمرتقاد مرقاسو مرتقاضي أبيين اسمي سو ديدين وحو ربي كليا إنو أركبل نكني أعماش أوكم متيستي إنو نقضي أهل الجنة هسو أركت بكويلي أدح بأن مرقو مرتوها وح أعمالو الزيادة وإنت يكو أي قبن يين دافس مرقو كوا أي أيو يري أباه بن اسمي سو ديدين سدح مع الموت بو نبي قولي أهل الجنة إنو سو بحدونا هذا كان النص وقال عمل كهذا أهل الجنة هكون نقطي إيه مقام كأت كم متيسة تبع الرب إن كأرك وح أعماله دير هذا أن كان دير ثاين ما أرك بكويلي صلاة دين وعشان تا وقت بتوك تا ساعة هذا دمن وتر هذا كعدا هبين كين عبادة بدن كام موقته صلاة الليل كأجو مبضنو مناجات كأجو مبضنو أخ قرآن خرس كأجو مبضنو برجع سير هو ما رأيت بودي أنت عاد خير كأدي دقو أنت عاد دقو أركتهم بانقو السماء يا وح كلام السماء بكويلي marku kasi jeestay buu yara kaalay mid ba jirtay buu adiga ka qarsoon oo aan adogeyn waa maxay habeenkii ma seexdo ilaa waxaan seexdaa anoo dadka muslimiinta iska caafiyaan seexdaa buu qofna calool xuma caloosha aan u buu hayn